الإذاعة عموما إذاعة معشوقة لكثير من المستمعين. الإذاعة تخلق خيال، تخلق تصورات، سريعة الانتشار. الإذاعة الحقيقة، الإذاعة مهما مر على الإعلام وعلى الاتصالات الحديثة من تطورات، ولكن الإذاعة تبقى دائما هي في المقدمة. كثير من الناس يعشقون الإذاعة مباشرة، قوية وسريعة المعلومة. طائر المساء، النصف الآخر، في انتظار رد، في دائرة البحث العلمي، برامج أخرجتها نجاح أبا الخيل. ماذا أضافت لك مثل هذه البرامج والعمل في الإذاعة كمخرجة؟ طبعا برامج اللي تفضلت وذكرتها من أكثر البرامج قربا إلى قلبي. طائر المساء كثير من الناس ارتبط معهم، يمكن حوالي 20 سنة أو 19 سنة استمر هذا البرنامج. في انتظار الرد قدمنا كثير من القضايا اللي كانت تتهم، وما زالت الحقيقة تهم المستمع والمواطن والمقيم في هذا البلد المعطاء. برامج كان لها حضور، كان لها مستمعين، كانت الحمد لله كانت برامج موفقة. جميل جدا.